تشكل أمراض الدم الوراثية نسبة كبيرة في السلطنة نظرا لتأثير العادات الاجتماعية على المجتمع كزواج الأقارب الذي يعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالأمراض الوراثية. وتشير أحدث الإحصائيات إلى وجود أكثر من 300 نوع من الأمراض الوراثية في السلطنة، تصدرتها أمراض الدم الوراثية والخلل الكروموزومي وأمراض الخلل الجيني الواحد. مفهوم الصحة الوراثية أشمل بكثير في هذا المجال، حيث يعنى بالجانب التشخيصي والجانب الوقائي والجانب التعليمي كذلك. معضلة الأمراض الوراثية في السلطنة تحتاج إلى يعني هذه الخطوة للتعامل معها بشكل متكامل. احتمالية ولادة طفل مصاب بأحد التشوهات الخلقية في السلطنة تصل إلى 7%، بينما هي على المستوى الدولي 5.5%، وبالتالي يجب أن يكون هناك مركز متخصص في التعامل مع هذه الظاهرة. الهدف من تشخيص المرض الوراثي أساساً هو توفير الجانب الوقائي. المنظومة الصحية في السلطنة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تقديم الخدمات الصحية العلاجية والتشخيصية والوقائية والتثقيفية، ويعد المركز الوطني للصحة الوراثية واحدا من أهم المراكز المتخصصة في مجال علوم الوراثة. المركز يعتبر نقطة تجمع لكل الفحوصات المخبرية والعينات الوراثية التي ترد من جميع مستشفيات السلطنة، حيث يتم عمل الإجراءات المخبرية في المركز المزود بأحدث التقنيات المتطورة في مجال الفحص والتحليل. المركز الوطني للصحة الوراثية ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية: قسم المختبرات، ثم قسم العيادات التخصصية، ثم القسم التعليم والإرشاد الوراثي. أهم الأنشطة التي يقوم بها المركز الوطني للصحة الوراثية هو ما يعرف بالوراثة المجتمعية، وهو القيام بعملية التواصل المجتمعي من أجل رفع مستوى الوعي العام حول الأمراض الوراثية، من ناحية صفات هذه الأمراض، من ناحية ماهية انتقالها، من ناحية ما يمكن أن يقدم من خدمة الصحة الوراثية من أجل الحد من تنامي الإصابة في المجتمع. ويعمل المركز الوطني للصحة الوراثية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية في المجال الوراثي، يعمل على الإرشاد الوراثي من خلال تقديم الندوات والمحاضرات وحلقات العمل في مختلف مستشفيات السلطنة من أجل التثقيف ونشر الوعي بالأمراض الوراثية واتباع الأساليب العلمية الحديثة للحد من انتشار الأمراض الوراثية في المجتمع. تقيم المنظومة الصحية لأي دولة بوجود مركز تخصصي تشخيصي وعلاجي ووقائي وتثقيفي أيضا في مجال الصحة الوراثية. ومن المركز الوطني للصحة الوراثية بالسلطنة إلا نتاج للتطور الملحوظ في المنظومة الصحية بالسلطنة. لبرنامج تحت الضوء، محمد بن عمير الهنائي.